العقدة تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله دائما وابدا نستعين. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام اينما كنتم، نلتقي بكم في هذه المرحلة، مرحلة وتحدياتي وابداعي وتنافساتي، سن الكبار، سن المتعة والإثارة، ومسافة 8 كيلومترات، مسافة الصمود، مسافة الرمق الأخير. انطلق على بركة الله شوطنا السادس الخاص بسن القعدان، الثنايا من مسافة 8 كيلومترات. أبدأ بداية مع مقدمة الأسماء لكي يتابع من يحتل المركز الأول في هذه الانطلاقة وفي هذه اللحظات. يتقدم على أول الأسماء ويقود هذه المسيرة الشامخ الشامخ حمد بن علي بن حمد بن محمد بوصلعة المري، مقدم لنا الشامخ على المركز الأول، بينما المركز الثاني يتابع القدوم والحضور من الجانب الآخر. من يصل في هذه اللحظات؟ لحظات، ونتابع اللي على المركز الثاني وبنشوف اللي على ثاني الأسماء. القادم بهذا الشعار، القادم بهذه الانطلاقة، ينطلق على ثاني المراكز، ولكن من وصل وغير في هذه اللحظات؟ غازي بدر بن عبد الهادي بن زيد بن انديلة، من يقدم لنا انطلاقة غازي في على المركز الثاني وتحدياته على ثاني الأسماء. الدور دور المركز الثالث لأتابع وأراقب الحاضر والواصل في هذه اللحظات. يتقدم البيرق ظافر بن راشد بن مسعود بن حباب المظفري، من يقدم لنا البيرق على المركز الثالث، المركز الرابع. الله 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 الله، وصل بن نايفة في هذه اللحظات ليقدم لنا حشيم على المركز الرابع. فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة الهاجري مقدم لنا حشيم على المركز الرابع، يتسلل بدوره إلى المركز الثالث. الدور دور المركز الخامس لأتابع شعارك يا بن حفيظ، مقدم لنا العدملي على المركز الخامس، ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري، مقدم لنا انطلاقتي وتحديات شعاره على خامس الأسماء. هكذا هي النتيجة للخمس الأسماء الأولى، هكذا هو النداء للمراكز المتقدمة والباحثة عن هذا الانتصار. أذكر للجميع بأن جائزة هذا الشوط هي جائزة نقدية قيمة تنتظر أحد الفائزين، بالإضافة إلى مادة الزعفران. الله يا حشيم، الله حشيم 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 على المركز الأول، مقدم لنا انطلاقتي وتحديات حشيم. فيصل يا فيصل يا فيصل، فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن نايف الهاجري منطلقا انطلاقة الكبار كما عود جماهير هذا الشعار. هذا النجم يقدم لنا انطلاقة حشيم كما قدم الأسماء الكبرى من قبل حشيم ومن بعد. ينطلق حشيم ليقود المسيرة، ليقود هذا الكم، ليقود هذه الأسماء مع المركز الأول، المركز الثاني العدملي ناصر بن سالم بن ناصر، أو هنا القادم غازي بدر بن عبد الهادي بن زيد بن انديلة، مقدم لنا انطلاقة غازي على المركز الثاني. المركز الثالث
أتابع الانطلاق والوصول مع ثالث الأسماء العدم ليصل ليتقدم ناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ المري مقدم لنا شعار على المركز الثالث الدور دور المركز الرابع لأتابع الشامخ 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 يا أبو علي حمد بن علي بن حمد بن محمد بوصلعة المري من يقدم لنا انطلاقة الشامخ على المركز الرابع يتقدم شيئا فشيء ليغير إلى المركز الثاني المركز الخامس القدوم والوصول أول نداء لرعد حسن بن سالم بن زايد بن حسن العتيبي مقدم لنا انطلاقة رعد على المركز الخامس هكذا هي النتيجة هكذا هو النداء وما بعد الخمسة يا هي اسماء حاضرة يا هي اسماء قادمة متواجدة خلف المراكز الخمسة العودة وين العودة إلى الصراع ما بين حشيم وما بين الشامخ 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 يتجه إلى مكانة الرفعة والعزة والشموخ ليغير بوصلعة ويقدم لنا الشامخ من غير في هذه اللحظات وانتزع صدارة الشوط مقدم لنا شعار شعار ذو النجمة ذو النجمة العنابية التي اعتادت على المراكز الأولى التي اعتادت على الإنجازات في كل في كل الميادين وفي كل المهرجانات غير بوصلعة غير حمد بن علي بن حمد بن محمد بوصلعة المري يقدم لنا الشامخ على المركز الأول المركز الثاني يا أبو باب النايفة يا فيصل يا بن عبد الهادي يا بن نايفة يقدم لنا حشيم حشيم يا حشيم على المركز الثاني المركز الثالث آل حفيظ يتقدم ويقدم لنا العدملي ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري مقدم لنا شعاره ومقدم لنا العدملي على المركز الثالث المركز الرابع مرحبا بهذا القدوم مرحبا بهذا الوصول مرحبا يا اسعاف محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية مقدم لنا انطلاقة اسعاف لينطلق على المركز الرابع منطلقا في هذه اللحظات بشعار الدعية المركز الخامس وصل على خامس الاسماء وصل في هذه اللحظات اللي على المركز الخامس الفايز يا بن خجيم سالم بن خجيم بن سالم بن عايض العذبة مقدم لنا انطلاقة وتحديات الفايز وين الشامخ وين وين الشامخ وين يا ابو علي وين ينطلق في هذه اللحظات انطلاقات الكبار وعرض الكبار مع المركز الاول الشامخ 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 وكأنه يردد انا بطل هذا الشوط انا بطل الميدان من اراد الانتصارات ومن اراد الناموس فليواجهني مع هذه الامتار فليواجهني مع الامتار الاخيرة انطلق الشامخ ويقدم لنا الشامخ حمد بن علي بن حمد بوصلعه المري مع المركز الأول المركز الثاني أتابع القدوم والحضور من قبل هذا الثنائي الخطير هذا الثنائي الذي يشكل الخطر مع حشيم والعدملي ولكن من غير حشيم فيصل بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري من يقدم لنا انطلاقة حشيم على المركز الثاني المركز الثالث العدملي العدملي يا أبو سالم ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ مقدم لنا العدملي ولكن
سبحان الله يا هذا الوصول، وصل الصعاق ليقدم لنا سياف سعود بن سالم بن علي بن متعب الصعاق. الأمتار الأخيرة دائما ما تعرف هذا الرجل، هنالك سر في الأمتار الأخيرة، وهنالك كلمة مرور ما بين الصعاق وما بين الأمتار الأخيرة. ولكن العودة إلى الشامخ، الشامخ الذي لا يابى إلا بالانتصار، لا يابى إلا بالمركز الأول، ينطلق في هذه اللحظات. وسلالة مطران معروفة لدى الجميع، نار على علم هذه السلالة، نار على علم يا أبو علي حمد بن علي بن حمد بن محمد بوصلعه المري. انطلق الشامخ ما شاء الله وتبارك الله على عرض الكبار، على هذا الحضور، على هذا الطيران، على هذا الإقلاع. المركز الثاني سياف، سياف وسعود بن سالم بن متعب الصعاق، ولكن العدملي مع المركز الثالث. يصل في هذه اللحظات ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ، ولكن وين، وين يا الشامخ، وين، وين الأمتار الأخيرة، وين؟ انطلق الشامخ، انطلق الشامخ، لينطلق بو صلعة، لينطلق بو علي حمد بن علي بن حمد بن محمد بو صلعة المري. ولكن العدملي، الأمتار الأخيرة، الأمتار النهائية، لمن الكلمة، لمن الانتصار، لمن الفوز؟ أمتار الصمود والرمق الأخير، الشامخ العدملي، 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 العدملي آل حفيظ، والسلالة الكبيرة، سلالة عز الجيش. من غير في هذه اللحظات؟ من غير مع الأمتار الأخيرة؟ سلام، سلام يا أبو سالم، سلام، سلام يا ناصر، يا بن سالم، يا بن ناصر، يا الحفيظ يا المري. مقدم لنا انطلاقة العدملي وسلالة عز الجيش المملوك لأم الزبار. تهانينا، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. سلام يا العدملي، سلام، تهانينا والف مبروك لناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ المري على هذا الفوز. المركز الثاني وصل سياف لسعود بن سالم بن علي بن متعب الصعاق. المركز الثالث وصل الشامخ حمد بن علي بن حمد بن محمد بوصلعة المري. المركز الرابع وصل مذعور لسعيد بن بطي بن محمد الزعبي. المركز الخامس كان الوصول مع الفايز سالم بن خجيم بن سالم بن عايض العذبة. إذا تهانينا والناموس لمالك العدملي ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري وسلالة عز الجيش المملوكة لإنتاج أم الزبار. هي من انتصرت في هذا الشوط ومن أتت في الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لحظة الوصول 12 دقيقة 52 ثانية و49 جزءا من الثواني. ليأتي على المركز الثاني سياف سعود بن سالم بن علي بن متعب الصعاق. من قدم لنا سياف على المركز الثاني وسلالة سياف العقدة مع المركز الثاني المملوكة للشيخ عبد العزيز آل ثاني. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 12 دقيقة 55 ثانية وجزئين من 82 جزءا من الثواني. بينما جاء في المركز الثالث الشامخ حمد بن علي بن حمد بن محمد بوصلعة المري سلالة مطران. تهانينا والناموس 12 دقيقة 57 ثانية و81 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس للجميع. شوطنا القادم بصوت الزميل الكريبي بن جابر. شكرا عبد العزيز بن سالم العطوي، شكرا للزملاء الذين سبقوا.